سامي يقول لا تنتظروه، ما راح يجي على الفطور. ما انتظرناه اصلا. ما قال لك وينه؟ سألت يوبا وكل اللي قال انه بيشرح يوم يرجع. يشرح ايش؟ ليان اخوك وينه؟ يقول انه بالشغل يوبا. نعم؟ شغل ايش هذا؟ تلقاه اكيد يصيد حشرات. ليان شغل ايش ومع من؟ يوبا كل اللي قال انه بيشرح يوم يرجع. وانا بنتظر حضرته لين يرجع؟ طبعاً ما يحتاج أوصيك إنه ما تعلمين أبوي إنه اللي يد في ذي السالفة. يعني أنت عارفة إنه اللي كد بالسالفة. أنا بعليك من باب الاحتياط عشان تسكين فمك ذا. ما يرد، ما يرد. الحين أمي تتطلق وما حد فيكم يعلمني. يعني لو دريت وش بتسوي؟ على الأقل ما خليها تمشي مثلكم. يا أخي أمك ما خلتنا نتدخل. وابوك بعد ما سمح لنا نلحقها، شو تبينا نسوي يعني؟ كثر الله خير ابوك، جاب العيديه بوقتها. خلاص عاد، ابوك ابوك، ابوك ما سمح لنا، ابوك ما خلانا، اللي متى بنقعد ساكتين وما نقدر نعترض؟ اعترض. قول. تكلم. انا ادري انكم ما انتم متقبلين موضوع الطلاق. بس اللي لازم تعرفونه زين، انا ما ظلمت امكم. هي اللي ظلمت نفسها وظلمتكم معها بعد. هذا غير انها كذبت علي وخدعتني، وانا متاكد اي واحد فيكم مكاني كان راح يسوي نفس الشيء. هي صح غلطت يبا، بس يعني خلاص عاد اللي صار صار. هذه في النهايه امكم، وما بيكم تلومونها على اللي سوته. بس يبا يعني احنا خايفين عليها. وليه؟ هي راحت لخوالكم، ما راح تنام في الشارع. يا جماعة، أنا وشاهد جايين نقول لكم موضوع. بالنهاية حنا يعني أهل وعيال عم. يا ليت تدخلين بالموضوع بدون كلام الإنشاء هذا. أبشر يا زيد. جايين نقول لكم أن أنا وشاهد بنتنازل عن حقنا بهالبيت. الله، شايفة يما؟ شايفة كرم وشهامة الأستاذة حور والأستاذة شاهد؟ والله ما هقينا أن هذا الجواب اللي ننتظر نسمعه منكم. لا يا شيخة، وانتي وش منتظرة تسمعين يا أستاذة شهد؟